عيني على غزال نطحني بين حيطين مشيوخ صالوا مسكنوا عند فلاح. أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامجكم التراثي الفلسطيني الأول حروف وطن. اليوم نحن ضيوف في مزارع النوق النموذجية. النوق يعني الجمال، ويسعدني أن أبدأ الحلقة مع السيد عبد العزيز حنيشة أبو عمر، يعطيك العافية، صاحب المزارع. أبو عمر أهلا وسهلا فيك في برنامج حروف وطن. حياك الله، أهلا وسهلا بكم، شرفتونا. أبو عمر، يعني أنت مزارع النوق النموذجية في البداية، هل هي هواية ولا وراثة ولا تجارة ولا شو يعني اللي خطر على بال أبو عمر إنه يعمل مزارع نوق، وخاصة في مناطق الشمال؟ إحنا بنعرف أشطر إشي النوق والجمال في جنوب فلسطين في مناطق السبع والخليل. صحيح، هسا إحنا عملنا وأنشأنا المزارع هاي بالحوالي 10-15 سنة تقريبا، صرنا نشتغل بالجمال. وبالأول ما كانش الناس يشجعونا لأنهم كانوا مش راح تنجح إنه بالمنطقة الشمال، لانه بدل ما تفضلت انت بمنطقه اريحه بالجنوب بئر السبع، يعني هناك صحاري والدنيا يعني اوسع. فاحنا بدينا بمشروعنا بالاول، كنا بحاجه لحليب النوق في يوم من الايام، وكنا ندور على هذا الحليب. كانت الانتفاضه وكان الوضع صعب، تروح تجيب من اريحه وتيجي. فقررنا جبنا بالاول ناقتين هيك لنا للدار، يعني مشان للحاله اللي عندنا، كان عندنا حاله بدها حليب النوق. لما جبنا الناقتين وعشنا هون وشفنا كيف الوضع وشفنا الإقبال، الناس الكل بده، يعني ما كانش يكفي حتى الواحد يشرب كاسي، الكل بده، كل بده هذا الحليب، والحليب وصعب تروح على ريحه كان. فقررنا ان نعمل المشروع نكمله، يعني نجبد، يعني بدينا في ناقتين، بدينا ناقتين وصرنا نشوف ما يطلعناش احنا نشرب، يعني ولا يعني ما لحقناش بالضبط. فكنا بدنا نزيد المشروع ونشوف شو بصير لقدام، يعني قد ما ناس يعني صاروا يجوا اخواننا بالداخل يسالوا يجوا ما يلكوش. فكنا بالاول نشتغل المشروع يعني ولا ناخذ مصاري ولا شيء، بس يعني هيك لله صار عندنا حوالي 7-8 ناكات ونحلب ونوزع للناس. هسه الشغله هذا الجمال بيعنا اختياريه كبار، بقولوا احنا كان زمان في عندنا هاي الجمال بفلسطين، بس كانوا الذكور يشتغلوا عليهن الجمال اللي هو الذكر بس للشغل، ما يعرفوا انه كل حليب. هسه احنا جينا صرنا نعمل نشرات وصرنا نسال وصرنا نفوت على النت ونشوف شو فوائد الحليب وشو هذا ليش بيلزم ولا اي حالات، فوسعنا المشروع. هسه الحمد لله رب العالمين عندنا حوالي 50 ناكه. 50 ناقة. عندنا مزرعة هون عند المدرسة الجامعة الأمريكية، بنسرحن بالجبال بكرة هون وبنروح بينا على طيب، يعني ما هو اللي بنحكي إنه أبو عمر إنه الجمال معروف لدى الجميع إنها في مناطق الصحراء وعلى النتش وعلى لا، يعني أما في مناطق الجبال ومناطق الخضار يعني أفضل، يعني أبو عمر يعني المراعي شو عندنا، يعني الجمال بتوكل وبتشبع وفي رعية لهن، وفي عندنا هاي الجبال قدامك، هاي المراعي بنرعى فيها الجبال كلها، وبننزل على منطقة الأغوار يعني بشهر 6-7 بننزل على منطقة بزيك، يعني منطقة حدودية وبي هناك رعية وسع وجبال وبياكلن وبنبسطن وبشبعن، يعني ما شاء الله مبسوطات ومكيفات، يعني وفيش ولا أي مشكلة واجهتنا بالجمال. هون عندنا مشاكل ذاك عند المدرسة الأمريكية وعند الجامعة هون بالشوارع، هناك بالشيشي هناك.
أبو عمر خلينا نحكي يعني هو مشروع استثماري، يعني هذا المشروع مجدي أبو عمر يعني ولا يعني يعني مش مجدي بس كايم بحاله، يعني بهالعمال اللي بيشتروا معنا عايشين منهن، ويعني شيء بسيط جدا. انتوا بس بتنتجوا حليب ابو عمر؟ بننتج حليب، وصرنا نعمل صابوني من 3 سنين 4 سنين عن طريق جامعة النجاح، في طلاب مهندسين عندنا بيعملوا صابوني، هسه بنوريكم اياها. صابوني من حليب النوق، بنعمل كريمات. يعني بلشنا بالشغل هذا بس احنا بالاصل حليب. حليب خلينا هسه نخش طيب هسه احنا ما قلنا في زف العرسان على الجمل، احنا خلينا في الجمال والناس اللي انه حليب الجمال، وبقولوا حليب النوق فيه فوائد كثيره. انت حسب معلوماتك يعني بالنسبه لحليب النوق، حليب النوق مفيد جدا، واللي بيعرف بقيمته بيجوا له، يعني بيجي بدور عليه وبشوف وين بيه حليب النوق. حليب النوق اول شيء بزيد جهاز المناعه عند الاطفال، عند البني ادم، عند البشر، عند الانسان بزيد جهاز المناعه. بعدين للسرطانات اللي عندهم السرطان، كثير حليب مفيد، نخلطوه مع البول، مع بول ناكا بكير. خلينا حليب النوق ما بدنا نحكي هذه النقاط، مهم الناس بقول لك كذا، حليب النوق فيه فوائد لوحده صحيح قبل ما نخلطه. حليب النوق كله فوائد، كله فوائد صيدلي بحد ذاته، مفيد لكل شيء، بيفرق عن اي حليب أي ثاني، حليب للعظم، للبدن، للانسان، مفيد لكل شيء. يعني صيدلي هذا حبوب وكل هلال التهابات برضه اللي مش عارف لكل شيء، ولا بخلي شيء زي بقول لك صيدلي بحد ذاته. طيب هسه انت تطلقت كله البول، البول يعني هذا الحقيقة أو حتى المخرج قال لي خلينا نسأل عنها، اللي هي بول الجمال، يعني هل هذه حقيقة وحقيقة علمية ولا هذه يعني هسه احنا بنفوت على النت وبنشوف ونتفرج ونتابع زينا زي الناس. هسه حليب النوق بالسعودية البول النوكة بيعملوا قاعدين يلبسوا زي علبة الكولا وموجود، وقاعدين بيعملوا دراسة على انهم يعملوا كبسولات زي كبسولات زي يعني دواء. هسه البول الحليب لحاله لشغلات السرطان بزبطش، بده حليب مع البول، حليب مع البول. البول باخذوه مش من اي ناكه، من ناكه تكون مخصصه بكير مش والدي. بخلطوه مع الحليب وبشربوه، بسد عن الكيماوي. لا اله الا الله، مفيد جدا. وللي بيجيهم مش الخلف حليب النوق. سمعت يا استاذ باسل، يعني الاستاذ باسل حب يسال عن هذه النقطه، انه البول انه يعني الناس بيشربوا عندنا، هنا حدا بيشرب؟ بيشربوه كل الناس، بيجوا عندنا مشايخ بيشربوه، سن عن الرسول عليه الصلاه والسلام، في حديث شريف عن الرسول يعني عن انس بن مالك الحديث بقول لك اشربوا من ابوالها والبانها، تشفى ابدانهم، صارت حمى بيهم من اليمن، بقت الجمال اني بقى من حسن جمال، اجى كنت مراعي وكنت مرة قال له تشربوا من اجم من اليمن، اجم من اليمن، اجم على المدينه، قال له تشرب من ابوالها والبانها تشفى ابدانكم، وكنت مراعي وخدم البل شايف. البول عند يعني في حدا بيجي باخذ من عندك بول كل يوم يوميا يعني بتعبون؟ احنا بنحضر بدري على صلاه الصبح، يكون الشيخ بعد صلاه الصبح بلايم البول بصفيه وبظبطه بعبيه كنا نزله صار زي هيك. هسه احنا بنخلطه شو اللي يعني تستناهن انت تايب اولين او الين في مكان الله مكان. بالنهار ما يرضن، ما يرضين الصبح بدري والشمس بعدها مش طالعه يقومن وبولن، ببولن عندك في شغلات معينه يعني بس يعني في الطشطات، في الجون، في براميل الاسود. بيجمع البول وبصفيه وبيعبيه بكناني، وبيجوا اللي بدهم اياه بيجوا بيكون جاهز، يكون في كازايز صغار. السعوديه يعملوا كبسول. هسا احنا ما لنا في السعوديه، خلينا عنا عنا بيجوا باخذوا بول البعير وبيشربوا الابل الابل النوك. وكيف اسعاره يعني كيف بتبيعوه؟ ما بناخذش حق كل البول، ما سمعنا البول ما بتاخذوا هذا. ناخذه مع الحليب نطيه، مثلا بيشتري كنية حليب بده يخلطها بنطيع كده، بده يشترى كداش اول الكميه اشتراها بالحليب بنطيبه لهن وبخلطوه مع الحليب وبشربوه البول. وللشعر ياخذه مخرة، في ناس بياخذوا للشعر لتساقط الشعر، لتساقط الشعر. وثبت يا اخي صحيح ثبت نجاعته، يعني واحد من اسرائيل من 48 اهل الداخل اجوا خدم مني، بقى وجه الولد بقى كله ملان، كله بقى ملان حب، صار ياخذ من جنس من الجمل من هين، صار ياخذ من راس الجمل اعصر له من عرارة الجمل هين وادهنه. ثاني يوم اجت شكرتني قلت اشكر الله ما تشكرين، يعني عيد بيد والله ابوه، يعني ولد ولد بقى طالع عليه حب ملان، وراحت
وراحت خذته على الدكاتره وما فاد، اجت عندي وين بقت نايخ بجنين بالمدينه ابي حليب، تقول لي ابني ما عندك علاج، قلت لها هسه عندي علاج له، قلت لها انطيني، صرت ابغص من راس الجمل من هنا من عورته من ورا هاي، وصرت اعصر وادهن بوجه الولد، ثاني يوم اجوا علي يشكروني، تشكر الله عز وجل ما تشكرين علي. يعني اجى ولد ومليان وجهه حب ما حب طاب. من شو عصرت من راس الجمل؟ يعني في درنات في راس الجمل؟ لا مش درنات، هاي عرورته هاي اللي طيح منها هين هين على عند الرسن. سبحان الله، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ شايف يعني شوف الابل ربنا سبحانه وتعالى شايف سبحان الله. صرت اعصر يعني الابل ابو عمر بقولكم كل الابل اسرار، يعني مش اي حيوان الابل، اكلها كومها نومها كلها اسرار. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني شوف شو ربنا سبحانه وتعالى حط فيها الابل. يعني كثير بقى يقولوا ايه شو يشربوا بول الابل عرادتها زي ما بيحكوا للفلاحين، تبين انه يعني فيها فوائد. وفي ناس لغايه الان بتيجي بتاخذ عندنا حتى بفلسطين، يعني مش بس في الخليج، بقى يقولوا في السعوديه بيشربوا هنا يوم عندنا برضه للكبد اخرى حليب بول هو البنها للكبد طيب للكولون الكولون اخرى في وحده اجت علي من طباس بقى بيها كولون وراحت للدكاتره وعصت دليته وما فاد معها اجت عندي، ويوم اجت عندي قلت لها تشرب من ابو الهوى البنها، المره ثاني يوم اجت عندي تقول لي تعالجت من الكولون، قلت تحمدي ربك والله ما زل عليك. اجى صبر الجمل مش في وحده دقتها شوكه صبر وبدها عندها سكري ما تقدر تعمل عمليه، اجت تركض لحدي مسكت اللوح الصبر حطيته بصمة جمل وصرت من ريالته وصرت ادهن جرها الحرمه رياله الجمل ما ظل بها شيء، بطلت تروح تعمل عمليه ولا شيء، من رجالته ذابت الشوكه. لا اله والله صارت معي. بعدين الحليب للخلف وما خلف اللي عندهم عقم متاخرين بالخلف كثير كثير، يعني حليب النوك كلنا في منه خواص علاجيه صحيح زي ما تفضلوا انه لكل شيء، يعني انا اسست له يا حجي الابل يا حي الله يعني لكل شيء، وبالاضافه انه هي بتقول لي انت للخلف وما خلف بيجوا يعني. طيب خلينا نحكي اسعار عاديه ابو عمر ولا غاليه؟ تقريبا حليب النوك سعره دولي زي يعني هسه بنروح الاعمام بالاردن بيشتروا نفس ما بنبيعوها بيشتروا لتر بخمس دنانير يروحوا بيبيعوا 25 شيكل تقريبا يعني نفس السعر اللتر. بس هون اللي بيجوا بغوا. طيب بدي اسالك مشان نفيد الناس، بنغلى زي الحليب العادي ولا زي ما هو بشرب؟ يفضل انه ما ينغلاش، يعني من هنا عبي في الكاسه واشرب. بتحلى ولا بتحلاش ولا على شيء عليه؟ بتحلى من رب العالمين. حلو من رب العالمين بتحلى. هسه الكذافي بك ياخذ الناكه معاه من بلد لبلد بالطياره مشان يشرب حليب ما يغليوش ولا شيء، يشرب طوالي. يعني يفضل انه يشرب اول ما ينحلب. اول ما ينحلب يبقى طعمه احسن. يبقى دافي يعني وحامي وزاكي تشعر بحلاوته يعني حلاوته، بس ما بتروح الفائده منه لما تحطه بالثلاجه، يعني الناس بيشربوا بالثلاجه. حلبت لك كاستين وحطيت لها هسه بنحلب هات حط لك بقى ناني لوح حط لك كاستين على هالطاوله تنشوف. هسه قلت لي بقول لي يعني انه في خواص علاجيه، نعم خواص علاجيه كثير، يعني ما شاء الله حليب النوك يعني مشروع ما شاء الله، هي وحطه بالثلاجه ابوه طبعا كزازتي محفوظة أنا معروف. أيوه. هذا حليب النوك يا إخوان اطلعوا عليه، هاي حليب النوك يا إخوان، وهي عامل طبعة أبو عمر مزارع النوك، يعني هذا حليب اليوم أبو حليب اليوم الصبحيات بسم الله ما شاء الله، يعني اطلعوا عليه كيف سبحان الله اللي خلقه حليب عادي، بالعكس يعني أنا شايفه حتى شكلا منظره اشهى ومنظره ابيض واكثر من الحليب اللي اكثر من الحليب اللي العادي سبحان الله. سبحان الله ابو عمر يعني بتنتج يوميا كلياته بمشيئه الله، يعني بروح بعد مشيئه الله اللي بروحش بنعمله صابوني، وبنعمل اللي بيضل اللي ببات عندنا ثاني يوم او ثالث يوم بنعمل صابون عندك وكريمات. يعني تصنيع في منزل عند في بيت في عندي بنت خلصت من جامعه النجاح مهندسي وفي معها صاحباتها بيشتغلن معنا بالشغل هذا، كل ما يصير عندهم طلبيه بيعملون هن بيعملوا طلبيه.
طيب يعني يا إخوان بكينا نسمع ونشوف هالفيديوهات على اليوتيوب أبو هشام، ونسمع في الخليج وفي السعودية البول البول البول، وحتى معبينه كزايز زي الكولا والجميع يدور يضحك. لكن سبحان الله، لو رجعنا للدين، رجعنا للقرآن، رجعنا لقول الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. كلمة أفلا ينظرون، احنا ما بدنا نقعد نفسر كيف خلقت، معناها دليل على أن هناك، أن هذا الحيوان مميز في أشياء كثيرة، زي ما تفضل عمر لسه في أسرار كثيرة في الإبل ما حدا بيعرفها. والبول هذا ما شربوه إلا بعد ما عمليات فحص. صحيح، بيجوا مشايخ عندنا بيشربوه بعد ما عملوا له عمليات فحص، إنه هذا مش أي بول زي بول الإنسان وبول البقر وبول، لا هذا سبحان الله زي النحل يا أخي، زي النحل. النحل طلع بوب بينزل عسل، فليش نستغرب إذا النحل بينزل عسل؟ ليش نستغرب إنه البول تاع إنه الجمل داخليته ربنا عامله مصنع تكدير، عامله إشي سبحانه وتعالى. على كل حال أبو عمر، يعني إحنا حبينا نركز على هذه النقطة، إنه عنا بفلسطين برضو يا جماعة بيجوا بأخذوا بول البعير وبخلطوه مع الحليب وبشربوه، للي عندهم أمراض والعياذ بالله، ولباقي الأمراض بقول لك للصحة، لشغلات كثيرة يعني هذا. وانا بدي اخذ منه الحليب، يعني عندنا شويه التهابات. انا بقيت عندي بقيت عندي صدريه، بذمه الصدره تعجز عني. صرت قلت لك والله كل يوم عصح بقى عندي جرحه بالمعده، وصرت اشرب من ابالي هو الباني هو من حليب النوق، وافطر للساعه 10 افطر، وهو الحمد لله ما ضل بي، صار لي 11 سنه وانا اشرب حليب، ولا رحت على دكتور ادق ابره. الحمد لله 11 سنه. ابو هشام ادخل وصور النوق وصور الجمال، خلي هالناس تشوف وتتعرف على هذه المعجزة الربانية سبحانه وتعالى. ونرجع منقول بسم الله الرحمن الرحيم: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. تفكروا في القرآن، تفكروا في هذه الآية الكريمة، وبعدين بتسألوا إنه فعلا البول بينشرب ولا ما بينشرب. يا الكريم اللي بضيفه هلا طيب القهوة صلي على النبي ترضي المتعالي، سبحانه ربي الخالق لجمالي. صلي على النبي وارضي المتعالي، سبحانه الله الخالق لجمالي. حالي بنوك وصلح لي حالي، ومشالي دمي وصارت حنونة. محلى الكعدي بين الجبالي، وجينا تنغني لاجل جمالي. وبشكر لرب العالي المتعالي، واللي جمعنا هون الضيفونا. فت محبوبي وارد لي عالي عينه، تمنه يورد يما البعارين.
صفتك يا الواجي وارد على العين، وقلت له ورد يا خلبة عهرين. وصلفنا الكاميرا يا نافذ لاهين، وخلينا نصور كل يحبونا. يا زريف الطول السوك البعارين، نازل على المية ونازل على العين. نازل على العين نازل على العين، نازل على المي يسكي البعارين. ويا حالي بنوك مكوي الشرايين، بيكوي الجسيم بعونك ربنا. زريف الطول طالع عالجبال، والعيني بتلد وشوفتها الجمال. يا زريف الطول وبروس الجبال، والعيني بتلد عراعي الجمال. يا راعي الجمال وفي معهن غزال، صور يا خي لكل ربوعينا. وجفراوي يا هالربيع صارح بالجمالي، وقلت له هي واجيه والله انك غالي. وجفراوي يا هالربيع صارح بالجمالي، والله يا هالواجيه علي نتغالي. البال عناي وانا البطر بربوعي دوم عناي. والله زمان اللي مضى عالبال عناي وانا البطر بربوعي دوم عناي. يا يابا والله يا ابو ساهر في مثل بيقول عنا، حليب النوك يا مكوي الاعصاب. يا يابا والله يا ابوي يا ابوي يا ابوي، تركت المزح بدي كل جدا. يا وعلي شغل هاليوم جدا. يا يابا يا
والله يا ابوي تركت المزح بديك والجداية وعلي شغل جديد جداية يا يابا والله ساك الله على ايام جدي بكينا نشيل على الجمال والكادم عالدواها يا هام يا باي يا يا باي يا باي يا باي يا باي ولا شبكنا حروف الألف والباي والله شبكنا حروف الألف والباي الولد بيجي على الخال والباي والباي والله شربنا من حليب النوق والباي هاي حليب النوك يا مكول عصايا يا يابا هي اول ما نبدا نصلي على الهادي زيد صلاه النبي بزياده هو راعي الاجمل لا ظل نادي عندك يا العابد هون بيلفونا صلي على النبي ولا اذكر لا ربي والله الاجمل الهن ما حبي هي صلي على النبي ولا اذكر لا ربي والله الاجمل الهن ما حبي وباكا يركبهن ترصيد النبي والله من حوله المسلمين صلوا على النبي هنا مين علينا ومين علينا وهذا لجمالك والله لينا ميل علينا وميل علينا جمالك بالعمر جائل هلينا صب الحليب هو الله سقينا يا خي نافذ واحلى ما يكون الله
الله أكبر يا ما خاليكي يا صاحب الجمال الله يكويكي. يا الله أكبر يا ما خاليك يا راعي الجمال الله يكويك. يا الله يا نافذناك يعطيك توديني من هنا أحلى ما يكون. حي 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 يا هلا بخالي وابن خالي
هيك اعزائي المشاهدين بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا في مزارع النوق النموذجية لصاحبها السيد عبد العزيز حنايشي. مزارع النوق النموذجية للي ما بيعرف وين هي موجودة، هي في محافظة جنين على الشارع اللي بيوصل بربط محافظة جنين بمناطق الزبابدي والجامعة الأمريكية قبل المدرسة الأمريكية، مش الجامعة، قبل المدرسة الأمريكية وين دوار الجلمة، قبله ب 200 متر على الشمال. هي مزارع النوك النموذجية لكل اللي بدهم يشربوا حليب سبحان اللي خلقه، يعني احنا صبينا وشربنا محلى من عند رب العالمين، لا بدك سكر ولا تحط اي اشي عليه، واطيب منه اسكى منه. انا لاول مرة بدوك، تفضل ابو عمر من راعي برنامجنا من الارز، تفضل. انا لاول مرة في حياتي بدوك حليب النوك، بس فعلا انه بعد اليوم لن اشرب الا حليب النوك. ابو عمر، يعني اول شيء احنا بنبارك جهودك وبنتمنى انه فعلا يعني العديد من الناس يحذو حذو ابو عمر زي ما عمل، يعني المزارع هذه فلسطين جنة الله على الارض، كلها مراعي بيستطيعوا انه في مناطق ثانية انهم برضو يستثمروا في هذا القطاع. ابو عمر العملية زي ما قال ابو عمر ليست ربحية، يعني بما انتم بتتصوروا قد ما هي فيها خدمة. حكي لكم ابو عمر، في الاساس احنا جبنا ناكتين عندنا في الدار لاستهلاكنا احنا في الدار من كثر ما سمعنا عن فوائده وقرأنا وحكولنا الناس وحكولنا المشايخ، بالاضافه صارت الناس تيجي فوسعنا على المزرعه. واحنا يعني زي ما قال ابو عمر انه احنا بنبيع الحليب بس تغطيه التكاليف مش اكثر. ابو عمر رسالتك انت كصاحب مزرعه نوك، اول شيء بدنا نرجع نعيد وناكد للمشاهدين اللي ما حضروا الحلقه انه الفوائد عديده لحليب النوك. ايضا اللي بقوا يستغربوا بولش البعير والناس اللي يتخوثوا والناس اللي يضحكوا والناس اللي يقول لك شو بول بعير شو تشرب، يا اخي خذ البول على المختبرات وافحصه وحلله وشوف بعدها شو هذا البول اللي بيحكي عنه، زي ما انت بتوكل العسل اللي بيطلع من بطن النحله وكل كيف البول بيطلع من كيف العسل بيطلع من بطن النحله. يا سيدي العزيز شايف بيطلع البول، ما هذه خلقه رب العالمين، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ايه ربانيه ماشي على اربع جرين فيها اسرار كثيره. ابو عمر رسالتك انت، طبعا حكينا لكم العنوان، كل واحد بده حليب نوك طازه يوميا في مزارع النوك النموذجيه. ابو عمر، ابو عمر انت بتبيع في المكان ولا بتوزع على؟ احنا اللي بيطلب بنودي له وين ما يعني بالداخل فلسطين، حتى بال 48 بنودي لهم. والحليب بشجعه وبطلب للجميع انه يشرب ويجرب، اللي بيكون ما بشربش حليب وما دقتش حليب لا يشرب حليب النوك، بيختلف عن اي حليب. حليب هذا كريم. انا بدك اتبعه حقيقه، يعني انا قليل تشرب الحليب العادي، بس لكن لما شربت حليب النوك يا اخي فعلا بيختلف كليا، يعني بيختلف كليا عن حليب البقر وحليب الغنم وعن اي حليب بيختلف كليا، له نكهه له طعمه إيه، ما في زنخه ما يعني ما يعني. انا بنصح فعلا كل واحد، بالاضافه انه قول بسم الله واشرب وفي فوائد كثيرة، وهذا مش بس المريض ولا بس المريض، حتى الاطفال الصغار بقدر يربي واحد ابنه من على حليب النوك من اول ما يخلق، اللي بيقدر يعني شوف المناعه اللي بيعطيها، بيعطيه مناعه على الجسم ولا مرض ولا شيء، بقوي مناعه الجسم، بيعطي يعني بقوي مناعه الجسم، علاج للكثير من الامراض حليب النوك. ايضا ابو عمر والموجودين بقول لك برضه يعني جيد جدا للرجال، يعني ما شاء الله في طاقة في باور، اشي رهيب جدا. اشي رهيب جدا. ابو عمر شو رسالتك انت اللي بتحب تحكيها للناس تشجعهم انت كصاحب مزرعة؟ رسالتي بأيد كل واحد حتى لو ما بيشرب حليب بحياته يشرب الحليب النوك ويجربه ويشوف فوائده ويشوف الصحة، بعد 3-4 أيام يتناول ويشوف شو بصير عنده. اول شيء مفيد جدا جدا، بيعطي مناعه على الجسم للاطفال للكبار للصغار، ما ينحصر بس على المريض، نفيد الناس. نفيد الناس لانك انت خبير بالنسبه لانه حليب النوك قديش بقدر الانسان يخزنه، وللامراض اللي عندهم الامراض السرطان الكولون اللهم صل على سيدنا محمد الكبد مريح للمعده، يعني انا شربت كاستين حليب النوك لما تاخذه من المزرعه بتقدر تحطه بالبراد 3-4 أيام بالبراد من تحت
اذا بدك تاخر بتقدر تكسبوا وجبات وتحطوا بالفريزر وتنزل وجبه وجبه من البر بالفريزر. كل ما كيف تشتري اللحمه بتعملها طبخات زي الطبخات، بتنزل وجبه وجبه من الفريزر وبتشرب. ست شهور بالفريزر ما بيخرب. بالفريزر بالثلاجه العاديه لو حط الكزازي ثلاث اربع ايام، اربع ايام تبقى شارب. ما انت الصبحيات كاسه والمغرب كاسه، في يومين تبقى شارب الكزايز. لتر لتر بالعباد قديش ابو عمر بتبيعه؟ اللتر بنبيعه ب 25 شيكل. يعني الكزازي اللي زي هاي، هاي الكزازي اللي انتم شايفينها يا اخوان، حليب نوك هيها، هذه فيها لتر 25 شيكل يا بلاش. يعني لا تكون حليب بقر ببيعوك اياه مبصر ودنيا وحالب 6 7 شيكل ب 8 شيكل، هذا حليب نوك. احنا طبعا شفتوا انتم خلال البرنامج كيف الشيخ هناك حلب طازه وجاب لنا اياه. هي قدامكم الحليب زي ما انتم شايفين سخن دافي. وين كاستي انا؟ محلى من رب العالمين. محلى من رب العالمين، هات لي كاسه جاي. اطلعوا ابو هشام، اطلع لي. ايوه ايوه ايوه، طلعوا حليب النوك هيك اخوي، طلعوا حليب النوك. ولا لعلمكم يعني اللي بيحكوا سكرها، انا اول مره في حياتي بشرب حليب نوك. فكان اشرب حليب عادي لكن قليل جدا، لكن حليب النوك هي ثالث كاسه انا بشربها اليوم فعلا. يعني بسم الله، قول بسم الله، ودائما وابدا ربنا الشافي وكله بيد الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ها زي ما انتم شايفين عسل، لا حط سكر ولا اشي من ال... بعد 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 يعني بعد صناعه رب العالمين ما في اي صناعه. ابو عمر احنا بنشكرك اول شيء على الحليبات. اهلا وسهلا فيكم، وقلنا لكم قبل دوار الجلمي للي جاي من تل الجامعه الامريكيه، اللي جاي من الزبابدي وطوباس ورايح على جنين، قبل الدوار في المدرسه الامريكيه مش الجامعه على الشمال، اللي في جنين يجي باتجاه الجامعه الامريكيه، بعد المدرسه الامريكيه على اليمين بشوف هالخيم وهالمعرشات. هذه مزرعه النوك النموذجيه، وزي ما قال لكم الحليب موجود للكبد للكلى للالتهابات. وبرضه اللي بيستغربوا وبرجعوا بقولوا من كلهم ادخلوا، لا تضحكوا على اللي بقول لك بول البعير، ادخل وشوفوا شو بول البعير بيساوي. وابو عمر احنا الشيخ حكى لنا او قال انه يتم بول البعير جمعه الصبح بكير. صحيح ما. طول النهار الناكه ما بتبول، لا بتبول، بس اللي من الافضل انه ياخذ الصبح بدري. الافضل الصبحيات بدري، باخذوا البول بيجوا من كل المناطق ياخذوه بيخلطوه مع حليب وبيشربوه للأمراض السرطان، أمراض والعياذ بالله للأمراض الخبيثة. بيخلطوا بول البعير مع الحليب وبيشربوه بإذن الله. وحكى لكم عدة حالات كثيرة بالإضافة لشغلات كثيرة في الجمل. حكى لكم قصة اللي عوجها حب واللي بتقدرش تعمل عملية لأن معها سكري، حط لها من تاع الجمل وربنا شافها. وخذ من عبد الله وتوكل على الله. أبو عمر بنشكرك طبعا. هذه الهدية أبو عمر للمزرعة. شكرا لكم. طبعا كل شيء نظيف عندكم ومعقم أبو، مشان الناس اللي بقول لك كل شيء طبيعي. بالإضافة شفتوا الصابونة عند أبو عمر، يا ريت الأخ باسل، هذه الصابونة اللي أنتم شايفينها مصنوعة من حليب النوك، هذه للبشرة للبنات للنسوان، اتحممي منها جسمك وجهك كل شيء وشوفي كيف بصير. يعني هسا جربها مصورنا ومخرجنا الأستاذ باسل عطلة، غسل من الصابونة بكل شو اللي صار في دي يا رجل، يعني أبو هشام نيو طلع جديد. على كل حال احنا بنشكرك وبنتمنى بمشيئة الله انه احنا رح نبقى على تواصل دائما وابدا في زيارات قادمة لمزارع النوك. بنشكر الشاعر والزجال ابو حافظ، بنشكره. طبعا هذه الهدية ابو للمزرعة. حبايب قلبي هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامج حروف وطن، كل عام وانتم بخير، رمضان كريم، نرجع من كلكم افطار شهي بمشيئة الله، والله يديم الصحة والعافية. واشتروا حليب النوك والصبحيات عليك الدعلك كاسة، والمغربيات قبل ما تنام الدعلك كاسة وتوكل على الله وبتشوف كيف بتصير كيف بتصير كيف بتصير. بكل تاسكر بنحكي. بنشكر شركة البرليك من الضيفات الكيماوية السيد حكم خلفض لاعب برنامجنا، أيضا شركة ومصنع بوز الألز السيد حج زاهي عنبتاوي والأخ رائد عنبتاوي أبو عمر. أشكر طاقم التصوير مهندسنا هشام، مهندس الصوت أيضا مخرجنا الأستاذ باسل عطلة. حتى ألتقيكم بحلقة جديدة. نافذ أبو شرخ يشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.